She was married to the most hunted man in the world, ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi, and she had his daughter. In an exclusive interview with Expressen, Sadia el-Dulaimi, ex-wife of the ISIS leader, talks for the first time about life with al-Baghdadi. انه بعد 7 سنين وحده تكتشف انه كانت متزوجه شخص بيقود اكبر منظمه ارهابيه. في قتل، في دم، في اجرام، في. Up until a few months ago, she was being held captive in a Lebanese prison with her daughter. She was released in a prisoner exchange in which 13 imprisoned members of the Syrian al-Nusra Front terror group were exchanged for 16 kidnapped Lebanese soldiers. Sadia and her 4 children, together with her Palestinian husband, now live in a secret location somewhere near the border between Lebanon and Syria. She is scared that al-Baghdadi himself will send people to kidnap their daughter. بتخافي انه يبعث ناس ياخذوها؟ كمان بخاف، بخاف من كل الجهات صرت. Sadia is 28 years old. She was born in Iraq and grew up in a conservative upper class family. فأنا إلي 9 شهور بس أرملة أو تقريبا سنة قرر الوالد يزوجني لأنه قال أختي إنه فاتت الحبس فصارت الاشتباه على الأرامل بوقتها. At the time, her husband's name was Hisham Mohammed, and he worked as a teacher. It was still a few years before he would become known to the world as Abu Bakr al-Baghdadi. كيف كانت الحياة معه؟ أنا تزوجت إنسان عادي، أستاذ جامعي. هم خبروني إنه بعدين هو غير اسمه أو كان مغير اسمه، كان محضر نشاطات، بس أنا ما شفت أي نشاط. حكي لك هو عن خلفيته وشو كان؟ كان معتقل ما كان معتقل؟ لا ابدا ما سمعت لا منه ولا من عائلته ابدا انه هو معتقل، ابدا ابدا ابدا. انا الا اجيت المخابرات قالوا لي انه انت ماخذه ابو بكر البغدادي وكان معتقل. 2008 كان في تنظيمات، كان في مقاومه فقط تقتل الامريكان، يعني اي شخص بيكون بالعراق بيقتل الامريكي هذا مقاوم. هو كيف شو كان موقفه من المقاومه؟ ما له اي موقف، ما خصه. إنسان عنده عيلة يروح لشغله ويجي على عائلته، حتى مع المقاومة ما مشارك. كيف بعدين بيصير أمير ما بعرف. مع مين عشتي بالبيت؟ معه ومع مرته وولاده. كيف كانت العيشة بالبيت؟ شوي يعني بالنسبة صعبة كضرة وضراير بالبيت، يعني بتكون شوي صعبة، خاصة هي عندها أطفال وأنا عندي أطفال. كيف هو كان كشخص؟ إنسان رائع، يعني إنسان مثالي للطفل، لما عملته للطفل، يعني هو أستاذ أكيد شو بده يكون؟ كثير بيعرف يعني يتعامل مع الطفل أكثر من الأم يعني. هل كنت تتجرأي تتناقشي أنت وياه بالبيت؟ لا. ليه لا؟ هو له شخصية غامضة يعني شوي. When she became pregnant, she fled from al-Baghdadi. She gave birth to her daughter Hagar. اخذتي انت خطوه انه تترك البيت؟ اه يعني عمليا انت هربتي منه تقريبا. ليش هربتي منه؟ اجواء ما بتعجبني يعني. حبيتيه؟ لا، الدليل انه انسحبت. ما حاول يرجعك؟ اه حاول كذا مره بس انا خلص. انت اخر مره اتصل فيك ابو بكر البغدادي؟ بال 2009. بال 2009 ليه اتصل؟ هاي ليرجعني. قلتي له انه انت اجبتي طفله؟ بعد فتره اعرف. ما طلب فيها؟ قال لي لا تتزوجي باخذها. هاي اللي هلا عم تعيش المعاناه. ليه؟ هي اللي يعني صارت باعتبار كارثه الكره الارضيه. يعني طفله. Sadia explains that she now wants her daughter to talk about her life and her dreams in her own words. تحب تسافري؟ لوين؟ لأوروبا. ليه طيب؟ حتى أتعلم. تحبي تتعلمي يعني؟ شو بدك تتعلمي؟ الدراسة. الدراسة، لأنه حتى ساعد العالم. She's just 7 years old, but has already been held captive with her mother in both Syria and Lebanon. احكي لي شو يعني السجن؟
شو يعني شو بيصير؟ يعني حبس بيضل 20 سنة بالحبس، ما بي ما بيش ما بيطلع أبدا، ما بي ولا بيشوف الشمس ولا بيشوف شيء. كانت زوجة أبو بكر البغدادي، كانت زوجة إرهابي أو مجرم، شو ذنب الطفل؟ أنت كامرأة أو أم لبنته لأبو بكر البغدادي عمليا يا هاجر، كيف نظرتك لهالموضوع أنه أقفى المدارس وبالتحديد المدارس البنات وبيجند أطفال كمان لا يقوموا بعمليات إرهابية وتفجير نفسهم؟ وهذا الشيء اللي أنا خفت منه بالمبادلة، شرط المبادلة أنه ما بتسلم للمسلحين، برجع للبنان كرمال هالشغلة، وإلا ما أنا وصلت عند المسلحين ليه ما دخلت؟ كان دخلت عند المسلحين وانتهى الموضوع، ويجند أولادي ويجند، بس أنا امرأة بخاف على أولادي، بدي أولادي يتعلموا يدرسوا، يعني أنا عشت معاناة بدي أطفالي كمان يعانوا. خلينا نرجع شوي صغيرة بس للعمليات اللي عم تصير بروكسل وغيرها والإرهاب وهذا. أنت بوجهة نظرك أنت كامرأة كيف توصفيها هذه العمليات؟ إرهابية من بينة، يعني ما عم بقول لك إنه مدني بدون سلاح عم ينقتل، كيف يعني إنه يجي واحد مسلح يقتل واحد ما مسلح؟ مش إرهاب؟ لو تضايق أنت من إنه أنت دايما رح توصفي بإنه طريقة أبو بكر البغدادي؟ ليه؟ إنه انحطيت بخانة إرهاب يعني، وأنا بعيدة عن هالشي. Her dream is a life in freedom, not in the Arab world. يعني أنت إذا أوروبا فتحت لك باب بتروح؟ بروح. أنا بدي أطرح كل الأبواب، وبدي أعيش بدولة أوروبية مش دولة عربية، يعني بدي أخلي أولادي يعيشوا يدرسوا. ليش الأوروبيين بدهم يستقبلوا زوجة طريقة أبو بكر البغدادي مع بنتها بينما هو عم بيحاربهم؟ ما هي ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنا شو خصني إذا كان زوجي من 2008 وطليقي وأنا تركته، مش هو اللي تركني، وأنا امرأة عانيت هاي كم سنة، أنا عانيت سجون وتعب، وهي بدي خلص أرتاح. أنا لو كان بدي أعيش معه بروح أعيش أميرة، بدخل عندهم ومليارات ودولارات بس أنا مرة ما بدي مصاري، بدي أعيش حريتي، يعني بدي أعيش مثل العالم.